أهلا بكم مشاهدي الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من ساعة حوار، وفي هذه الحلقة أبعاد زيارة وفد مجلس الأمن إلى اليمن. أهلا بكم. شكلت زيارة وفد مجلس الأمن الدولي لليمن حدثا مهما بالنسبة للتسوية السياسية، لذلك وصفت هذه الزيارة بالحساسة. كان لهذه الزيارة ردود أفعال واسعة محلية وخارجية، إيجابية وسلبية، تعددت فيها القراءات والتحليلات لهذا الحدث وعلاقته وظيفته وأهدافه المعلنة وغير المعلنة بمعطيات وتفاعلات الواقع الوطني والإقليمي والدولي ومسارات واتجاهات حركتها ودلالاتها حاضرا ومستقبلا، إلى جانب خارطتها الجديدة المتوقعة كنتاج طبيعي للتفاعلات المتواصلة على صعيد الواقع الدولي على المستوى المحلي. على المستوى المحلي، يرى البعض بأن هذه الزيارة جاءت لإنقاذ عملية التسوية السياسية من الفشل، لا سيما بعد تصاعد الخلافات بين الأحزاب السياسية بشأن اختيار ممثليها في مؤتمر الحوار الوطني ورفض فصائل الحراك الجنوبي المشاركة في المؤتمر، وهي تطورات من شأنها أن تعيد اليمن إلى المربع الأول. كما أن هذه الزيارة من وجهة نظر البعض تؤكد بأن المجتمع الدولي لن يسمح بإفشال العملية السياسية، وأن الأمم المتحدة حريصة على دعم الرئيس هادي وحث الأطراف على الالتزام ببنود المبادرة الخليجية والمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل. رؤية أخرى ترى بأن هذه الزيارة تحمل وظائف عديدة على صعيد إظهار تجسيد الترجمة الدولية الحقيقية لأهمية اليمن ومكانته ودوره، كما تمثل تدشينا للنظام العالمي الجديد الذي تفقد معه دول العالم الثالث سيادتها الوطنية لصالح السيادة الدولية. دلائل هذه الزيارة وأهميتها في هذا التوقيت ونتائجها سنحاول أن نبحث هذه التفاصيل كلها مع ضيوفنا عبر الهاتف من ساعة حوار، الدكتور عبد السعيد مغلس السياسي الجنوبي من القاهرة، والأستاذ عبد السالم المحلل السياسي وعضو الدائرة السياسية للتجمع اليمني للإصلاح. وقبل أن نبدأ مع ضيوفنا، دعونا نتابع سويا هذا التقرير الذي أعده الزميل معاذ منصر، ثم نفتتح حوار هذه الحلقة من ساعة حوار. يواصل مجلس الأمن الدولي اهتمامته الواسعة بشأن اليمن والعملية الانتقالية التي يتابع مسارها عن كثب. هذه المرة فضل مجلس الأمن أن تكون رسالته لأطراف العمل السياسي في البلاد عن قرب، ومن خلال زيارته هذه التي قام بها إلى صنعاء وشدت انتباه العالم والشعب اليمني أجمع. وما تم فهمه هو أن الزيارة تأتي في قائمة الدعم والمساندة لاستكمال التسوية السياسية المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وفي إطار هذا الدعم تجديد وإصرار وتحذير لكل الأطراف السياسية من محاولة عرقلة التسوية، وهذا الأمر خلق حالة رضا واسعة لدى الكثيرين. زيارة وفد مجلس الأمن الدولي يعبر عن اهتمام المجتمع الدولي بالأوضاع في اليمن، وأن استقرار اليمن هو من استقرار العالم وليس من استقرار المنطقة. اهتمام الدولي لا يمكن أن يسمح، لأن اليمن ممكن أن ينجر لأي اختلالات أو اهتزاز، وبالتالي فإن الاهتمام الدولي باليمن إن شاء الله سيخرج دبر الأمن بإذن الله. مجلس الأمن في صنعاء وبعد اجتماعاته بكل الأطراف السياسية والعسكرية أشار إلى 4 أولويات هامة لا بد من العمل من أجلها الآن، وتتمثل تلك الأولويات بمؤتمر الحوار الوطني الشامل والعدالة الانتقالية وتوحيد الجيش والعمل على التخفيف من المعاناة الإنسانية. ولذا فإن الزيارة حملت أكثر من رسالة دعم للمرحلة الانتقالية وللرئيس عبد الرب منصور هادي الذي يقودها. طبعا زيارة مجلس الأمن الدولي لصنعاء كانت رسالة قوية أو رسالة مساندة للرئيس عبد الرب منصور هادي، الغرض منها أن يعني إعطائه القوة في مواصلة نقل العملية السياسية في اليمن والوصول بها إلى
إلى يعني البر الأمان. ويرى مراقبون بأن هذه الزيارة وفي هذا التوقيت بالذات خطوة باتجاه إحراز تقدم في العملية السياسية وفي تنفيذ ما تبقى من المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية، في حين اعتبرها آخرون تمهيدا لصدور قرارات حاسمة وقوية في جانب الجيش وفي جوانب أخرى كثيرة لا زالت تتطلب دعم مجلس الأمن الدولي الذي يراهن عليه الجميع حتى الآن في عملية الضغط على جميع أطراف الصراع في البلاد وإلزامهم بتنفيذ الاتفاق جملة وتفصيلا، باعتبار أن ذلك لا يجلب الاستقرار والأمن لليمن فقط بل للمنطقة بشكل عام. معاذ منصر لبرنامج ساعة حوار. أهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد في بداية هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن زيارة مجلس الأمن الدولي، دلالات هذه الزيارة، نتائجها المتوقعة، ما يمكن أن تسفر عنه هذه الزيارة. اسمحوا لي أن أرحب مرة أخرى بضيوفنا في هذه الحلقة، الأستاذ عبد السعيد مغلس السياسي الجنوبي من العاصمة المصرية القاهرة، والأستاذ عبد السالم المحلل السياسي وعضو الدائرة السياسية للتجمع اليمني للإصلاح. أستاذ عبد سعيد مغلس السياسي الجنوبي، بداية مساء الخير. أستاذ عبدو مساء الخير، أهلا بك يا سيدي في هذه الحلقة من ساعة حوار، والتي نتحدث فيها عن أبعاد زيارة مجلس الأمن الدولي إلى اليمن. بداية، ماذا تعني لك هذه الزيارة؟ أولا أخي العزيز، شكرا على برنامجكم وقناة السعيدة ومتابعتك للشأن الوطني بشكل عام. نعم. تصحيحا في البداية، عندما سميتني السياسي الجنوبي أنا أحس، والحقيقة هو التسمية الصح، فاليمن تعني الجنوب وكلنا من الجنوب. أما أنا أصلا من تعز وعشت في عدن طوال فترة طفولتي وشبابي. أي. وأما ماذا تعني هذه الزيارة؟ فالسؤال هي تعني لمن؟ لنا أم لهم؟ لأن الذين جاءوا تعني لهم أشياء، أما نحن فما تعني لنا أشياء أخرى. طيب، ما كان هدفهم؟ ما هو هدفهم من هذه الزيارة؟ هو لكي نصل إلى استنتاج حقيقي وتحليل موضوعي لهذه الزيارة. أي. هنالك ستة محاور يجب علينا أن نناقشها. نعم، تفضل. أولا نجيب على سؤال لماذا جاءوا. أي. ثم يجب أن ندرك فحوى قرارات مجلس الأمن وماذا تعني. نعم. ثم يجب علينا أن نسلط الضوء على تشكيل الوفد القادم إلى بلادنا. نعم. ورابعا، ما هي لقاءات الوفد ومع من؟ ثم نسلط الضوء على التصريحات لبعض أعضاء الوفد وبعض المسؤولين في بلادنا. أي. ثم المحور الأخير، ما هي الرسائل التي قدمتها هذه الزيارة؟ نعم. بهذه المحاور الستة أعتقد أننا نستطيع أن نلم بمعنى وصحوة هذه الزيارة. أما لماذا جاءوا؟ أي. فتصوري أن ما جاءوا من أجله هو أمن واستقرار اليمن الذي يضمن لهم تدفق إمدادات النفط والملاحة الدولية عبر مضيق باب المندب وخليج عدن. نعم. إضافة إلى مصالحهم الاقتصادية والاستراتيجية في هذا البلد بالموقع الاستراتيجي الهام والحيوي. ولذلك شكلت هذه الزيارة اهتمام دولي غير مسبوق بالتطورات في اليمن الذي ما زال يواجه العنف الناجم عن نشاط تنظيم القاعدة الذي ينشط خصوصا في جنوب وشرق البلاد، كما أنه مهدد بمشروعين في شماله وجنوبه مدعومين من إيران. نعم. لدى البعض من حملة هذين المشروعين، ويرى فيهما الغرب والإقليم تهديدا مباشرا لمصالحهما الحيوية. نعم. وأتت هذه الزيارة تأكيدا للدعم الإقليمي والدولي لليمن. نعم. وذلك لمتابعة تنفيذ قراري مجلس الأمن 2014 و2015، ودعم مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية التي تنظم الانتقال السلمي للسلطة في اليمن. صحيح. هذا نجيئهم إلينا.
تعتقد أن هذه الرسائل وصلت بوضوح إلى جميع الأطراف المختلفة في اليمن؟ يا عزيزي للأسف الشديد هنالك أطراف لا تعتمد على المعلومة والبحث والاستقصاء وإنما على ردود الأفعال. بداية إذا أردنا أن ندرك ما يحدث في بلادنا يجب أن ندرك صحوة قرارات مجلس الأمن. فلو رأينا القرار الأول رقم 2014 الصادر في أكتوبر 2011 والثاني رقم 2051 الصادر في يوليو 2012 نجد أن الأول أسفر عن توقيع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والتي انتقلت بموجبها السلطة للرئيس هادي نعم. وتشكيل حكومة وفاق وطني، بينما أكد الثاني في وجوب تنفيذ الاتفاق السياسي في الموعد الزمني المحدد بين عامي 2013 و2014 إذن هذا فحوى القرارات لمجلس الأمن ومجيء وفد مجلس الأمن لمتابعة هذا الأمر نعم. وللأسف الشديد الناس لا يدركوا البدايات علشان يفهموا المقدمات نعم. ثم أنت لو سلطت الضوء على تشكيل الوفد يعطي لك الأهمية البالغة لما يحدث نعم. طيب تشكيل الوفد نعم نعم أي تفضل أكمل. كنت حابب أسمع على مسألة الوفد تشكيلته ومن حضر فيه، هل له دلالة خاصة يعني من وجهة نظرك؟ نعم إذا أردنا قلت لك أن نعرف مشكلتنا نحن أمة إقرأ لا نقرأ، الأمور معروفة وأبحاثهم ودراساتهم منشورة في مراكز أبحاثهم ومراكز قراراتهم نعم. لكننا لا نقرأ نعم. الوفد اللي رأيت تشكيل الوفد حكر أن الرئيس وأعضاء مجلس الأمن ورئاسة المندوب الدائم لبريطانيا السيد مارك برانت الرئيس الحالي للمجلس نعم. ثم مندوب المغرب محمد لوليشكي ممثلا عن المجموعة العربية أي. وكذلك السيد عبد اللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون الخليجي نعم. والسيد جمال بن عمر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة نعم. مع سفراء الدول 15 الأعضاء في المجلس نعم. إذن وفد غير عادي بهذا التنسيب أي. لكن يعني من ناحية هو أمر جيد أنه يكون التمثيل كبير جدا على مستوى عالي، هذا يعطي طمأنينة للمواطن العادي. هي يعطي طمأنينة يعني لهم ولنا. للجنوبيين؟ يعني لكل أبناء الوطن يعني. لا يعني هناك من قال إنه زيارة مجلس الأمن كانت بمثابة الرد القاسي أو الصفعة. للحراك الجنوبي. لا هو احنا علشان نكون منصفين اي بالنسبه الحراك الجنوبي ما مطالب مشروعه يا سيدي، نحن تحكمنا ثقافه، يجب اذا اردنا ان نخرج من هذا المأزق ان نتخلص من هذه الثقافه اللي هي سواء كانت في الشمال او في الجنوب، ثقافه الاخضاع والغاء الاخر، هذه أزمة وهي الأزمة الحقيقية التي أوصلتنا إلى ما نحن فيها اليوم. طيب الإشكالية أنه كمان الحراك بيمارس نفس الخطيئة عندما يتحدث بأنه هو لوحده ممثلا عن شعب الجنوب، ويتناسى أنه فيه كمان يعني من شعب الجنوب وحدويين. يا سيدي الحراك هذا هو يعني دعاة كثر، فصائل متناحية، يعني من هو الأب طيب. الحقيقي للحراك. طيب خليني أرجع لك بس لأنه طولنا والشعب. طيب خليني أرجع لك بعد ما نستمع للأستاذ عبد السالم محلل سياسي وعضو الدائرة السياسية للتجمع اليمني للإصلاح. أستاذ عبدو مساء الخير. مساء النور أخي العزيز. نتكلم الآن على زيارة مجلس الأمن الدولي. أنتم كأطراف في أحزاب اللقاء المشترك دعمتم ترشيح الرئيس هادي، وقفتم بجانب الرجل خلال الفترة الماضية، يعني كنتم داعمين له بشكل كبير. هل تعتقد أن هذه الزيارة أيضا تصب في مصلحة الرئيس هادي وتدعمه من أجل إكمال مسيرته الرئاسية خلال هذه الفترة؟ يا أخي العزيز، مجلس الأمن هو مؤسسة دولية
والقضية اليمنية هي قضية منظورة أمام المجلس. نعم. وأعتقد بأن المجلس الأمن المشروعي الدولية لا يحتاج إلى أن يتحول إلى رسائل لهذا أو ذاك. لأن مهمة الرسائل هذه التكتيكات السياسية وما شابه ذلك. وأعتقد أن المجلس الأمن يتمتع بالمشروعية الدولية وأنه أي عمل يقوم به هو عمل إجرائي. ضمن إجراءاته. أعتقد أن زيارته لليمن هو يريد أن يؤكد على حقيقة واحدة ضمن مساره الإجرائي بأن النظام القديم انتهى. وإن كان ولا بد هنا من رسالة هو رسالة إعلان نهاية النظام القديم بكل أشكاله وتبعاته. طيب هناك بعض أطراف الثاني والأمر الثاني أنه الإعلان عن مرحلة أخرى وهي البدء بإعادة بناء الدولة اليمنية. فإذا كان عملية إنهاء النظام القديم تمت بموجب المبادرة الخليجية فإن إعادة بناء الدولة اليمنية القادمة سوف تكون وفق المقترح الدولية للدول المتعثرة التي سبقها أن أقرها من قبل ذلك. طيب بعض المواطنين الأمر الآخر طبعا لا شك بأن الزيارة هي تعطي للأخ الرئيس عبد الرب منصور هادي يعني إشناد مهم لاستكمال هذه العملية وخاصة أنها تتعلق بإعادة بناء الدولة. والآخر أنه مجلس الأمن يريد أن يعطي قراراته الدولية القادمة بعد وطني. أي أن المجلس الأمن ليس وصاية دولية بقدر ما هو شراكة مع اليمنيين ولتأكيد حقيقة هامة أن دور المجلس الأمن جاء لتاج المبادرة الخليجية وأن المبادرة الخليجية جاءت لتاج الثورة اليمنية التي خلقها مجلس اليمنيين. نعم. فهذه الحقيقة التي أكدها جمال بن عمر في خطابه عندما قال بأن الإجراءات الآن والمطالب وتشكيل الدولة اليمنية القادمة سوف تكون على إيقاعات مطالب الشباب التي خرجوا إليها للشوارع وما شابه ذلك. فقصدي أنه لا نعطي كثير من المصور جلسة مجلس الآن وكأنها ترسل رسالة لهذا أو تصفح ذاك. فمجلس الآن مشروع دولية وهو يقوم بإجراءات وهو أكبر من أن يوجه رسائل، لكن إن كان في رسائل هو إعطاء الدور الأمني لمجلس الأمن البعد الوطني باعتباره شريك في تشكيل في إعادة بناء الدولة اليمنية. ثم أن هذا من حيث المبدأ لا شك أنه يشكل دعم مباشر للأخ الرئيس عبد الرب منصور هادي لتجتمع المشروعية الدولية بالمشروعية الشعبية الثورية بالشرعية الدستورية الانتخابية للأخ عبد الرب منصور هادي لتشكل في ولها إجراء لنقل السلطة من النظام القديم ثم الإعلان عن بدء مرحلة إعادة بناء الدولة اليمنية وفق حديثة تكثلت لها مصفوفة مجلس الأمن والأمم المتحدة. طيب أستاذ عبدو، يعني بعض أطراف النظام القديم الذين انقلبوا عليه لاحقا وأصبحوا بشركاء لكم أو أوصياء عليكم في الأحزاب اللقاء المشترك كما صرح بعضهم يجدون في هذه الزيارة تهديدا لمصالحهم وتهديدا ربما لبقائهم وكينونتهم في اليمن. هل تعتقد أن مثل هذه الأطراف قادرة على عرقلة مؤتمر الحوار؟ من تقصد بالذات؟ بعض الأطراف القديمة التي انقلبت على النظام القديم وأصبحت شركاء وأصبحت شريكة لأحزاب اللقاء المشترك وللشباب في الثورة. حدد بالضبط، قل بوضوح. ما نبغى نتكلم في وضوح ترى. ما حد يحدد بوضوح في الأمور هذه. إذا ما في داعي للمقابلات والحوارات أصلاً. طيب خلينا. كلمات متعارضة معنا الغاز ليش؟ طيب خلينا ننتقل إلى. خلينا نسأل بشكل آخر. هل مؤتمر أو هل هناك أطراف في اليمن تسعى لعرقلة مؤتمر الحوار الوطني من وجهة نظرك؟ طبعا كل متضرر المتضررين اللي يحسون بأن الثورة أسقطت نظام لهم لا شك
ورسعى إلى إجهاض أي تحول. نعم. فالنظام القديم بمفرداته متطرف. أي. ولهذا شكل عامل تحديد للمبادرة الخليجية والدور الدولي. والرسالة قالها بن عمر بشكل واضح. نحن قلنا أنه إعلان إنهاء لنظام قديم. أي. يعني أنا سأقول بالروح يا رسالة لعلي عبد الله صالح المحروق مفادها قبرناك هكذا. أي. أنا واضح وانت أيضا سأل بروح. إذا انتهى التهديد، يعني هل تقول أنه لم يعد هناك ما يهدد إقامة مؤتمر الحوار؟ أنا قصدي مرحلة إسقاط النظام تمت ونقص حدثت. الآن الناس يتحدثون عن إعادة بناء الدولة وسط المصفوفة الدولية للأمم المتحدة المتعلقة بالدول المتعثرة. نعم. وأن هذه تتم وفق شراكة ثورية وطنية دولية. طيب هل كان يعني الأمر يحتاج كل هذا الاهتمام الدولي، يعني زيارة مجلس الأمن، يعني هل كان الأمر يستحق مثل هذا الاهتمام الدولي؟ المسألة مش مثل فيها اجتهاد، نحن نقول أن العمل إجرائي، ما دام قضية منظورة من مجلس الأمن ايش تشيروا مع يعني توقفوا عن العمل ولا كيف؟ لا لا أنا أقصد زيارتهم لليمن، هل كان يستدعي الأمر أن يأتي مجلس الأمن ويجتمعوا هنا في اليمن؟ ما ممكن نجتمع في نيويورك ونخلص. لا هو لم ينظر قضية خلاف، هو ينظر في قضية تتعلق بإعادة بناء الدولة. أي. وهذه مهمة، إعادة بناء الدولة ينبغي أن تأخذ بعد وطني وبشراكة شعبية. نعم. ويريد أن يدمج الدور الدولي في إطار المشروعية الوطنية العليا التي خرج اليمنيين من أجلها. ولهذا هذه المسألة تتعلق في إعادة بناء الدول، لأنه الدول لا 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 تبنى بقرارات من دولة المقر. طيب يا أستاذ عبدو، تونس حصل فيها ثورة وإعمار، ليبيا ثورة وتدمير وإعمار، مصر ثورة وانتخابات، ما مجلس الأمن لم يجتمع في هذه الدول، لماذا اليمن؟ الثورة حدثت وتمت والنظام أعلن بشكل واضح استعداده عن التخلي على السلطة، وبموجب ذلك المبادرة الخليجية والدور الدولي هو يعني عمل إجرائي لنقل السلطة. نعم. لنقل السلطة، وأن الثورة أودعت كل مطالبها ضمن المبادرة الخليجية. نعم. فتم إيداعها بشكل كامل، فأصبحت الآن الدور الدولي هو اعتراف دولي وإقليمي بحقيقة التغيير التي حدثت في اليمن، وهي مباركة دولية إقليمية، ولهذا مجلس الأمن يريد أن يؤكد هذا الطابع الوطني للتغيير الذي حدث. نعم. بأنه شراكة دولية مع الدول الوطنية اليمني. نعم. طيب اسمح لي أن أعود للأستاذ عبد المغلس من المحافظات الجنوبية أو المحلل السياسي الجنوبي. أستاذ عبدو، يعني عندما نتحدث عن مؤتمر الحوار الوطني والحراك، من سيمثل الجنوبيين في هذا المؤتمر؟ هل سيتغيبون جميع الفصائل الحراكية أم أنه في فصائل ستحضر؟ أولا أخي الكريم، كما أخذت إليك في المقدمة، أنا لست محسوبا على الحراك الجنوبي. أنا أنظر إلى أننا يعني جزء من هذا الوطن، ومفهوم الجنوب عندي من صعدة إلى المحرة. إيه، لكن أنا أتكلم كمحلل سياسي، خلاص ننسى الجنوبي، خلينا كمحلل سياسي. هل تعتقد أن الفصائل الحراكي عزيزي يعني لا يعني هذا أن الجنوب قضيتي؟ أنا قلت لك مفهومي لليمن إنه هو الجنوب وهو من صعدة إلى المهرة، وقضيتنا طيب. كلها واحدة، وقضيتنا نعم. هي الثقافة التي تريد إخضاع الآخر وإلغائه وشطبه من المعادلة، هذه أزمتنا ومشكلتنا في بلادنا. نعم. هل تعتقد أن فصائل الحراك كلها سترفض المشاركة، ستتغيب؟ يعني أكيد هنالك أناس يؤمنون بهذا المفهوم. نعم. أن الجنوب لهم يعني من صعدة إلى المهرة. أي. والقضية قضية وطنية، ولكن شعروا بالغضن والظلم وعدم الاهتمام بهم. يعني ما حصلنا ببساطة يعني بالنسبة لموضوع الحراك في الجنوب أنهم أنوا ولم يسمع أحد بأنينهم.
نعم. صرخوا ولم يسمع أحدهم بصراخهم. نعم. إلى أن وصل هذا السقف إلى هذا المستوى. أي نعم. ولكن بالتأكيد وقطعا هنالك قيادات تستطيع أن تقود المسيرة وتستفيد من اللحظة التاريخية التي لن تتكرر. نعم. إذا تحدثنا عن الزيارة ووظائفها الآنية والمؤقتة، هل هناك وظائف كبيرة لهذه الزيارة على صعيد إظهار تجسيد الترجمة الدولية لأهمية مكانة اليمن ودور اليمن الإقليمي؟ شيء طبيعي يا عزيزي، لولا الأهمية القصوى لهذا البلد لما حشد له هذا الوصف وهذا التمثيل وهذا الاهتمام. نعم. سواء اهتمام الإقليم وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية الشقيقة أو على الأمم المتحدة بممثلي مجلس الأمن والآخرين. نعم. هذا يعني إنه هذه الأرض وهذه الرقعة لها أهمية قصوى للتجارة العالمية، للنفط العالمي، شريان العالم يمر على مرمى حجر منك، فكيف لا تهتم؟ انظر للبحر الأحمر ملي بأساطيل كل الدول. هناك من يقول هناك من يقول يا أستاذ عبدو إنه هذا الاهتمام ليس اعترافا بمكانة اليمن الدولية، بل هو تكريس للوصاية ويعني إضافة مزيد من الأوصياء على اليمن. عزيزي يعني يعطيني بلدا لا وصاية له. القرار عليه. ليس قرار يعني في أي بلد عربي. لا وصاية عليه تقصد؟ نعم، يعني ما نحن يجب أن نعترف، لأن نحن نعامل لو كان القرار بيدنا. نعم. انظر إلى ما يحدث الآن، الاهتمام بالتقاسم والحصول على أنصبة السلطة الهم الأول والشاغل الأساسي لمن يمتلكون القرار في اليمن. طيب خليني أرجع للأستاذ عبدو سالم قبل ما نطلع الفاصل. الأستاذ عبدو سالم، هل تتوقع أنه هناك قرارات جريئة ستخرج من مكتب رئاسة الجمهورية؟ والله نحن في طور الانتقال إلى إعادة مشروع بناء الدولة اليمنية، وأعتقد بأنه الآن الذي يرعى هذه الإجراءات ويقودها هو الأخ الرئيس عبد الله المنصور هادي بشرعيته السيادية وشرعيته الانتخابية. نعم. وإسناد مجلس الأمن الدولة، فلا بد أن المسائل الإجرائية تتطلب قرارات من هذا النوع لاستشارتهن، فتعتبر القرارات شيء بديهي من هذا الشكل في مرحلة نقل السلطة وإعادة بناء الدولة، وخاصة في هذه المرحلة بالذات. بعد هذه الزيارة تعتقد أن الأمر سيختلف بالنسبة للرئيس؟ هل سيشعر بأنه أصبح في حالة أقوى أو أصبح يعني أقوى من ذي قبل؟ أنه يستطيع اتخاذ قرارات أجرأ من القرارات الماضية والسابقة؟ والله الأخ الرئيس يتمتع بمشروعية وطنية وشرعية شعبية تمكنه من اتخاذ أي قرارات سيادية، وقوته في شعبه ووطنه والتفاف الناس حوله وشرعيته الانتخابية، وليست الأمر هنا بقرارات مجلس. لكنه احتاج إلى وقت طويل. لكن الرئيس يعني أستاذ عبدو، لكن الرئيس كما تقول حظي بالدعم الشعبي والاعتراف الشعبي، لكنه احتاج إلى وقت طويل جدا من أجل اتخاذ قرارات كانت مطلوبة منذ البداية. لماذا هذا التأخر؟ أنا قصدي العملية تتم بشراكة. شراكة مع الدولة السيادية في اليمن وشركائها الدوليون اليمنيين بمشروعية مجلس الأمن، وهذه الشراكة نحن نعمل عملية واحدة. إيه؟ لا أستطيع أن أقول أستاذ الأخ الرئيس عبد الرب منصور هادي أنه ينفرد بعملية، لكن ضمن عملية الشراكة بشكل آخر، وأن عبد الرب يمثل الرأس المنفذ لكل الإجراءات التي تتطلبها هذه العملية،
وحضور مجلس الأمن إلى هذا إلى اليمن لتأكيد هذه الشراكة من باب أولى بأنها شراكة أممية مع مشروعية وطنية للأخ الرئيس عبد الرب منصور هادي، وهذه في حد ذاتها كفيلة أن تمكن الأخ الرئيس باتخاذ كل ما يلزم، وكل ما سيتخذه الأخ الرئيس عبد الرب منصور هادي هو له مشروعية وطنية وإقرار دولة بهذه المشروعية. نعم. والنظر إلى مجلس الأمن وموضوع مجلس الأمن يعني ما ينشي المسألة أنه مجلس الأمن تدخل في إطلاق نطاق اختصاصاته. نعم. مجلس الأمن يمارس مهامه الدولية الأممية باعتبار اليمن عضو الأمم المتحدة، هذه مسألة مقرر. نحن نقول أن الوصاية تأتي في حال تدخل دول أخرى بدون مشروعية أممية. نعم. هنا يكون الوصاية. أما هذه الوصايا العالم الدولي أسرة واحدة والنظام السياسي العالمي واحد، ومسؤولية انهيار الدول أو بناء الدول ليست مسؤولية وطنية لأنها تؤثر على منظومة السلم الإقليمي والدولي. لا. في هذه المنطقة خاصة كما تحدث الأخ الزميل أن المنطقة عندنا تقع في أهم موقع يكاد يؤثر على السلم الدولي في المنطقة بشكل كامل. نعم. مشاهدي الكرام، شكرا لضيوفنا الأستاذ عبدو سالم والأستاذ عبدو مغلس. فاصل قصير ثم نعود لما تبقى من محاور هذه الحلقة، وعلنا أنه نتحدث فيما تبقى من الوقت عن الأطراف التي تحاول عرقلة التنفيذ. هل وصلتها الرسالة واضحة من زيارة أعضاء مجلس الأمن ولا لا؟ فاصل قصير ثم نعود. مشاهدي الكرام فيما تبقى من هذه الحلقة من ساعة حوار، والتي نناقش فيها زيارة مجلس الأمن الدولي لليمن. ما هي دلالات هذه الزيارة؟ ما هي الرسائل التي وجهت من هذه الزيارة لكل الأطراف السياسية في اليمن؟ قبل أن نعود لضيوفنا الأستاذ عبدو مغلس والأستاذ عبدو سالم، خلونا نتابع سويا هذا الاستطلاع ثم نناقش ما تبقى من محاور. مجلس الأمن حاول إيصال رسالة أنه يدعم الرئيس عبد الرب في إطار العملية السياسية التي أقرها المجتمع الدولي والمتمثلة بالمبادرة الخليجية، لكن إحنا كشعب يمني نعتقد أنه هذه الزيارة بشكل أو بآخر تحتمل الكثير من الخيارات. أتوقع من زيارة مجلس الأمن لليمن أن المجتمع الدولي يشعر بأن اليمن بحاجة إلى دعم للمضي في تحقيق أهداف الثورة. والله ننظر له من المنظور القوم الشعبي كذا، إنه زيارة رائعة كونها أول زيارة في الوطن العربي وتشرفت بها اليمن. وأما بالنسبة لما يخص الوضع اليمن فأعتقد أنه لن يغير أي جديد إلا إذا تغير على أرض الواقع، وهي خلع تنفيذ المبادرة الخليجية يعني على أكمل وجه وعلى أرض الواقع. بالنسبة لزيارة مجلس الأمن إلى صنعاء أنا أنظر لها من زاويتين، زاوية التفاؤل وزاوية التشاؤم. زاوية التفاؤل أنها تأتي كدعم دولي للرئيس عبد الرب منصور هادي ولسير العمليات السياسية في اليمن. أما نظرة التشاؤم فإن ما تزال حد الآن قرارات ومجلس الأمن ضبابية، يعني من يوم انطلاق العملية التسوية السياسية وهناك تهديدات بأنه سيكون عقوبات على من يعرق العملية السياسية، وما فيش أي توضيح أو بيان منهم من تحديد الجهة بالذات من يعرقل المبادرة ومن يعرقل قرارات خاصة قرارات عبد الرب منصور هادي في الجيش. كلها كلام عام وكلام عام، نريد تحديد جهة، نريد عقوبات واضحة.
اهلا بكم من جديد. نعود لضيوفنا الكرام وعلي نبدا مع الاستاذ عبدو سالم في الحديث عن المبادره الخليجيه من يحاول عرقله هذه المبادره على حد وصف المجتمع الدولي الذي هدد مرارا وتكرارا بانه ستفرض عقوبات على كل الاطراف التي تحاول عرقله تنفيذ ما تبقى من المبادره الخليجيه ومؤتمر الحوار. استاذ عبدو، يعني هل تعتقد انه المجتمع الدولي جاد في هذا الامر وفي هذا التهديد بانه فعلا سنشاهد بعض الاسماء التي ستعاقب، وكيف ستعاقب من وجهه نظرك؟ انا قصدي ان المجلس الامن هو ينفذ مهمه دوليه في اليمن ضمن مهامه الدوليه. ايه، ونحن في اعاده الامن سندخل مرحله بناء الدوله. نعم. واما المرحله التي تتمثل في نقل السلطه قد تمت بكل اجراءاتها. نعم. واعتقد ان اي اعاقات قد تدخل في هذا الاطار يعني هي يعني ازاله العوائق، وهذه الازاله قد تتم وفق قرار مجلس الامن، وقد تكون ايضا بجهد وطني يعني داخلي في هذا الاطار. واعتقد انا بكل وضوح ان قانون العداله الانتقاليه في حد ذاته هو سوف يحدد كل المعرقلين اللي مش معرقلين والمتضررين هذا يعني الشيء. يقول الان ليس هم مطالبون ان يدعموا المبادره، الان قانون العداله الانتقاليه هو استهداف. نعم. بكل اشكال النظام القديم. نعم. واعتقد ان يعني ليس بمقدور احد ان يتمرد على كيف يمكن أن تأخذ، ما هو الشكل اللي يمكن أن تأخذ هذه العقوبات؟ هل ستكون مثلا عقوبات بالاعتقال، بالمصادرة الأموال، بتجميد الأموال، ماذا يمكن أن تكون؟ والله يتحدث من مجلس الأمن، أنا لست خبير في مجلس الأمن حتى أحدد طبيعة العلاقات، ولم محاميا من مجلس الأمن حتى أحدد طبيعة هذه العقوبة، ولكن أقول بأن المجلس الآن لابد ما ينفذ قراراته. إيه؟ بالطريقة التي يراها وكيف يراها. إيه؟ هل أنت متفائل من إقامة مؤتمر الحوار الوطني؟ أنت كمواطن قبل أن تكون محلل سياسي، ماذا تنتظر من هذا المؤتمر، من مخرجات هذا المؤتمر؟ المؤتمر أتصور أنه هو المشروعية الوطنية العليا الآن. أعتقد أن النظام السابق انتهى، وانتهت مشروعيته الدستورية. نعم. وحلت محله الشرعية الثورية التي أودعت مطالبها وأهدافها ضمن مسار المبادرة الخليجية، والتي تضمنها الآن إجراء مجلس الأمن. وستتوج هذه كلها بمشروعية وطنية عليا وهي الحوار الوطني. هل سيكون أن الحوار الوطني هذا له مشروعية عليا، سيخرج بوثيقة وطنية تسهم في إعادة بناء الدولة اليمنية بمفهومها السيادي بشكل واضح. نعم. وبإسناد دولي. هذه المسألة أنا أتصور إن لم تنعقد أصلا يعني كأننا نقلنا السلطة إلى الفراغ. طيب، هل تتوقع أنه من خلال هذا المؤتمر أو في هذا المؤتمر ومن خلال مخرجاته سيكون هناك حل نهائي لمشاكل اليمن السياسية؟ مشاكل اليمن السياسية والمشاكل الأخرى، هذه المشاكل الأخرى بتحتاج وقت طويل، يعني متفقين على هذا؟ لا، أنا أقصد في المشاكل السياسية، هو الآن الإجراء، هو الآن نحن في عدد يعني صوغ القوام الاستراتيجي للدولة. إيه. فإذا تشكلت الدولة بقوامها الاستراتيجي سوف تنفذ مهامها ووظيفتها الاعتيادية، وستتبنى هي مسألة حل. نعم. المشاكل السياسية، لكن المؤتمر الوطني ليس مهمته، المؤتمر الوطني هو يحدد القوام الاستراتيجي للدولة القادمة. نعم. أستاذ عبدو سالم، المحلل السياسي وعضو الدائرة السياسية للتجمع اليمني للإصلاح، شكرا جزيلا لك. علي أن أختم مع الأستاذ عبدو مغلس، المحلل السياسي. أستاذ عبدو،
عودة إليك نختم هذه الحلقة، هل أنت متفائل من مؤتمر الحوار ومن تمكنه من أن يكون بداية النور في الطريق المظلم اللي ماشي اليمن فيه؟ عزيزي، بالنسبة للتفاؤل أمر لا بد منه، إيه؟ ولا مخرج لنا حتى لا نتقاتل وتسقط دماؤنا إلا بالحوار وأن نقبل الآخر. ولكن هنا إذا أردنا أن نخرج من الإشكالية التي تواجهنا يجب أن نشخص العلة. مأساتنا إن تشخيص العلة بعيد عن التشخيص الحقيقي. أي طبيب يعالج مريضا إذا لم يشخصه تشخيصا حقيقيا لن يستطيع علاجه. يا عزيزي، مشكلتنا هي ثقافة الإخضاع وإلغاء الآخر وهيمنة الآخر. هذه هي حجر الزاوية في الصراع القائم، سواء في كل مناطق اليمن شماله وجنوبه. إذا استطعنا أن نتقدم برؤية حقيقية نابعة من مصلحة شعبنا ككل وتعالج هذه الإشكالية الثقافية التي تعمقت في الوجدان وفي العقل وفي ثقافة الإنسان، لن نستطيع أن نحل مشاكلنا، وستظل الدائرة تلف وسنظل نحصد حصادا مرا كما حصدناه في السابق من فترة 62 وإلى الآن، ونحن نكتشف أن كل ما تم لم يوصلنا إلى نتيجة، لأنه لم يتم التشخيص الحقيقي ولم تتم المعالجة الحقيقية. يا عزيزي، الآن كل القوى السياسية، نحن في عصر معلومة، عصر تحليل. اعطني من يمتلك مركز أبحاث ليتخذ قرارا وفق بحوث علمية ومعلومات حقيقية. إشكاليتنا أنا عندما أحاول أن ألغيك هذه الإشكالية، نحن نريد كما يقول المثل الغربي وين وين كونتراكت، نريد عقدا اجتماعيا يضمن الرئيس.